نعى الديوان الملكي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله الذي وافته المالية اليوم، وأصدر الديوان الملكي البيان التالي: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي الديوان الملكي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم: لقد فقدت الأمة العربية اليوم قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية ورفعة شأنها عبر مواقف مشهودة من أجل تحقيق التضامن العربي ووهب حياته لنهضة جمهورية مصر العربية الشقيقة والدفاع عن قضاياها بكل صدق وأمانة وإخلاص. وكانت تربطه علاقة وطيدة وخاصة مع صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله وطيب الله ثراه، وعمل مع أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث شهدت علاقاتهما تطورا في المجالات كافة، كما ساهم في عودة مصر إلى اللحمة العربية بعد انقطاع دام عدة سنوات، فضلا عن دوره في تعزيز دور مصر على الصعيدين العربي والدولي. ويتقدم الديوان الملكي بأحر التعازي وصادق المواساة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإلى أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله. نسأل الله العلي القدير أن يلهم أسرة الفقيد الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون.